يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل لم يصم رمضان لعدة سنوات ولم يكن تاركا للصلاة، فماذا عليه؟ هل يقضي؟ رجل لم يصم رمضان لعدة سنوات ولم يكن تاركا للصلاة، فماذا عليه؟ هل يقضي أم تكفيه الكفارة؟ لا، ما تكفيه الكفارة، عليه القضاء، يقضي الأشهر التي عليه، لأنه مسلم وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام. لو تركه لعذر، لو تركه لعذر كالمرض والسفر يقضيه، فكيف لا يقضيه إذا تركه تكاسلا؟ يقضيه من باب أولى. لكن لو تركه إنكارا لوجوبه هذا مرتد، ولو صلى يرتد فيتوب إلى الله ويدخل في الإسلام من جديد. أما إذا تركه تكاسلا مع اعترافه بوجوب الصيام يجب عليه القضاء مع الكفارة عن كل يوم إطعام مسكين. نعم.